بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي. النهارده يا شباب هنتكلم عن زمن الماضي البسيط من كتاب جيم الوحده السابعه الدرس الاول في الترم الثاني للصف الاول الاعدادي. تعال نشوف كده يا شباب. زمن الماضي البسيط اللي هو past simple tense بيدل على يعني ايه زمن الماضي البسيط. استخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن حدث تم في الماضي وانتهى، يعني حاجة يعني حدث انتهى الحدث نفسه وانتهى الزمن. بيكون من ايه؟ subject اللي هو الفاعل زائد التصريف الثاني للفاعل. طبعا احنا عرفنا ان الماضي قبل كده في الصف الثالث الابتدائي ان الماضي له شكلين، افعال عادية وافعال شاذة. مثال الافعال العادية دي اللي بنزود لها دي او اي دي او اي اي دي. طيب تعال نشوف كده اول مثال. she هي visited زارت her uncle عمها yesterday امس. هنلاحظ ان ده فعل عادي اللي زودنا له اي دي، وطبعا في امثلة من دي كتير. سهل اذا انت عرفت المصدر الماضي بيزود له اي دي، يبقى she visited هي زارت she visited هي زارت her uncle عمها yesterday امس. طيب الفعل الثاني I انا went to ذهبت الى the museum الى المتحف last night الليلة الماضية. لاحظ ان كلمة went هنا ده الماضي بتاع فعل ايه؟ go. هنلاحظ ان go الماضي بتاعها went، ما زودنا لهش ايدي ولا حاجة، يبقى ده فعل ايه؟ شاذ. وطبعا في امثلة من دي كتير من الافعال الشاذة، ويجب انك تحفظها علشان تقدر تفهم اللغة الانجليزية اكتر. طيب نيجي للنيجاتيف يا شباب. النيجاتيف اللي هو النافي. اما نيجي ننفي الفعل الماضي البسيط بننفي ازاي؟ بنجيب الفعل في الاول وننفي ب didn't ممتازين. انا ملاحظ كلكم فاهمين didn't، ونرجع الفعل ايه؟ للمصدر. طب نيجي was و were. يعني ايه was و were؟ تعال نشوف was و were اولا معناهم اول ايه. was معناها كان، were معناها كانوا. was بتتنفى ازاي؟ was بتتنفى ب wasn't، were بتتنفى ايه؟ ب weren't. اذا الفاعل was هتبقى wasn't، وير هتبقى ايه؟ weren't زائد الاسم او الصفه. تعال نشوف كده مع بعض. I didn't listen انا لم استمع to music الى الموسيقى last night الليله الماضيه. يبقى listen هي اصلا كانت ماضي بس نبهنا ب didn't ورجعنا الفعل ايه؟ للمصدر. طيب my father والدي wasn't لم يكن at home في المنزل yesterday بالأمس. طيب يا شباب read and correct اقرأ وصحح the underlined words الكلمات التي تحتها خط. زياد doesn't meet his friend yesterday. عايز يقول لك زياد لم يقابل صديقه بالأمس. طيب بكلمة yesterday هنا أمس، يبقى هننفاه بايه؟ ب doesn't ولا ب didn't؟ طبعا كلكم قلتوا ايه؟ didn't. تعالوا نشوف يا شباب. يبقى زياد doesn't meet his friend، زياد لم يقابل صديقه yesterday امس. ما دام في yesterday امس يبقى الفعل في الماضي، يبقى ينفع نفي doesn't. طبعا الاجابه تبقى زي ما انتم شايفين ان ايه؟ هتبقى didn't. طب انس didn't happy، عايز يقول لك انس لم يكن سعيدا at the museum في المتحف last week الاسبوع الماضي. يبقى didn't هنا مفيش فعل اصلا بعده، جاي بعده صفه، جاي بعد didn't صفه، يبقى المفروض ما بقاش didn't خالص، يبقى بدل didn't هتبقى ايه؟ wasn't happy، لم يكن سعيدا. في حاجه اسمها yes no questions. يعني ايه yes no questions؟ يعني الاسئله اللي بنجاوب عليها يا بيس او بنو. تعال نشوف كده أمثلة. Did you watch TV last night؟ هل شاهدت التلفزيون ليلة أمس؟ السؤال هنا ب did، يبقى نقول yes I did أو no I didn't. سهل يا أولاد. تاني
Did you watch هل شاهدت تي في التلفاز last night ليلة أمس؟ الإجابة تبقى yes I did أو no I didn't معناها أيوة أنا شاهدت أو لا أنا لم أشاهد. طب where طبعا you بتاخد where. Where you هل أنت كنت at the sports center هل أنت كنت في المركز الرياضي yesterday بالأمس؟ طبعا يو في الإجابة تحول الـ I يعني نقول yes I was نعم أنا كنت هناك أو no I wasn't لا أنا لم أكن هناك. تاني في أسئلة بنجاوب عليها بيس أو بنو. مثال لو السؤال بدأ بديد نقول yes I did أو no I didn't حسب الفعل المساعد. طب where you هل أنت كنت at the sports center في المركز الرياضي yesterday نقول yes I was نعم أنا كنت or no I wasn't أو لا أنا لم أكن. طب في حاجة اسمها WH questions الأسئلة اللي بتبدأ بأدوات الاستفهام اللي بدأ بـ WH زي ايه؟ تعال نشوف كده. when طبعا معناها متى دي أداة استفهام وبدأ بـ WH. لو جبنا أداة استفهام بدأ بـ WH بنجيب بعدها الفعل المساعد did زائد الفاعل ونرجع الفعل للايه للمصدر. تعال نشوف. when did Dina's family go متى ذهبت عائلة دينا to الى the restaurant. طبعا هنا في did يبقى ما نيجي نجاوب هنحول الفعل للماضي هنقول ايه Dina's family عائلة دينا طبعا هنا did يبقى ما نقولش go هنقول ايه went طبعا ده فعل شاز يبقى دينس فاميلي عائلة دينا went to ذهبت إلى the restaurant إلى المطعم last Friday الجمعة الماضية. طب نشوف was or where. when was Rami's birthday متى كان عيد ميلاد رامي. Rami's birthday عيد ميلاد رامي was in October كان فين في شهر أكتوبر. read اقرأ and correct وصحح the underlined words الكلمة التي تحتها خط. what did you doing last weekend ماذا فعلت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. طبعا هنا فعل مساعد did يبقى في الماضي طبعا يبقى لازم الفعل الأساسي نرجع للمصدر. طبعا هنا مكتوب إيه doing طبعا هتبقى غلط لازم تقول ايه what did you بدل doing هتبقى ايه do لان لازم نرجع الفعل الاصلي للمصدر. استخدم تعبيرات الوقت الماضي اللي هي اللي قدامكم ديني لنقول متى حدث شيء ما يبقى الكلمات ديني لو احنا شفناها بنجيب الفعل في زمن الماضي. مثال كلمة last معناها الماضي طبعا ما بيجيش لوحدها لازم نقول last night الليلة الماضية last week الأسبوع الماضي last weekend عطلة نهاية الأسبوع الماضي last month الشهر الماضي last year العام الماضي last Monday الاثنين الماضي بقى last بعدها أي زمن دي بتدل على الماضي وبنجيب الفعل في الماضي. كلمة ago معناها منذ ودائما بتيجي في آخر الجملة 10 minutes ago منذ 10 دقائق an hour ago منذ ساعة 3 days ago منذ 3 أيام a week ago منذ أسبوع a month ago منذ شهر a year ago منذ عام. ولاحظ أن كلمة ago بتيجي في نهاية الجملة. طيب نشوف الكلمة رقم 3 بقى اللي هي كلمة yesterday أمس. yesterday أمس yesterday morning صباح أمس yesterday afternoon بعد ظهيرة أمس yesterday evening مساء أمس yesterday night ليلة أمس. دي برضو من أهم الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط. طيب كلمة in في in 2008 2008 طبعا دي سنة أي سنة ماضية أو أي شهر ماضي in 2008 في 2008 in 2010 في 2010 in 2018 في 2018 in October في شهر أكتوبر الماضي طبعا
in April في أبريل، يبقى كل in وبيجي بعدها سنة ماضية أو شهر ماضي، يبقى كل الحاجات دي يعني كل التعبيرات دي يعني لو شفناها بنجيب الفعل بزمن الماضي البسيط. تعال نشوف كده أمثلة شباب. I أنا went to ذهبت إلى the museum المتحف last week الأسبوع الماضي. لاحظ إن كلمة last وهنا كلمة went الماضي بتاع go. طيب I went to أسوان أنا ذهبت إلى أسوان in 2017 في 2017 إحنا دلوقتي في 2021 عشان كده قلنا went. I went bowling أنا ذهبت للعب البولينج 3 days ago منذ ثلاثة أيام. لاحظ إن كلمة 3 days ago وكلمة went لأن went يعني الماضي بتاع go جبناه مع كلمة إيه 3 days ago طبعا دي من علامات الماضي البسيط فبنجيب went.